hospital. هيحكي لنا برضو عن his experience في في سيزر، ايه الحاجات اللي واجهته هو وايه الحاجات اللي هو شايف المفروض احنا ناخد بالنا منها. دكتور محمود مع حضرتك. شكرا ياسمين. زي ما قلت كده، انا محمود عبد العزيز عبد الدايم، لوكم كونسلتنت جنرال كولوريكتال سيرجن في برنس تشارلز هوسبيتال في ساوث ويلز. النهارده هشير معاكم يعني ايه، انتوا اكيد كلكم سمعتوا عن اللي مطلوب في السيزر ابلكيشن، وده كلام موجود في كل حته، وموجود في الويب سايت بتاع الجي ام سي، وموجود بتاع في الجي سي اس تي ويب سايت از ويل. فاحنا هنتكلم النهارده بس على التيبس والتريكس اللي هي اللي ايه الحاجات المهمه اللي بتقع مننا دايما، والحاجات اللي بيرجعونا عليها اكتر من مره في الابلكيشن بتاعتي. انا الابلكيشن بتاعتي سبميتد وانس ورجعوني، بس طلبوا اتنين تو مور فيو ثينجز اي ام اباوت تو ريسبميت تاني يعني. فهقول لكم على التيبس والتريكس اللي فضلوا يرجعوني رايح جاي عليها اكتر من مره، لان هي دي الاهم من الايه من اللي مطلوب مننا الحقيقه. اول حاجه يعني كاس اس دكتورز، مش عايزك تستهين بنفسك، احنا اتس ا فيري هيوج باور في الان اتش اس، ولازم من اول يوم تبتدي واخد تارجت ان انت to earn self-respect، بمعنى ان انت توريهم نفسك. احنا we are all جايين من مصر very hard working، ولازم توريهم ان انت من الاول is very keen to progress in your future. لان يعني في ناس للاسف بتيجي بتخش بواخده وضع ان هو ايه عايز keep to the minimum، مش عايز يشتغل قوي. فوانس ان انت اديت الاتيتيود ده، الناس مش هتسبورت يو ان يور ابلكيشن، الناس مش هتسبورت يو ان يور ريكوايرمنتس، الناس مش هتبوش for you to get all your WPAs and things signed on a timely fashion، ان انت تقدر تقدم على طول. ولازم تبليف ان يور سيلف، مش معنى ان انت اس اس دكتورز ان انت يو كان بروجريس يو كان دو سمثينج، لا بالعكس ده هتقدر والموضوع از دوبل، ما هياش حاجه مستحيله. والحاجه بقى الاهم فينا كلنا كمصريين او كعرب يعني، ان احنا برضو بنرجع نيفر لوك باك، لان احنا بنفضل اول 3 4 سنين في حياتنا في اليو كي، بنفضل ما بين احنا قاعدين لا هنرجع عشان اهلنا، لا هنكمل في اليو كي، لا هنرجع مصر. فبتضيع حوالي 3 4 سنين doing nothing، بتشتغل بس مش بتجمع اي دبليو بي ايز، مش بتعمل اي حاجه من الريكوايرد كورسز، مش بتبروجريس ان يور كارير، ودي حاجه دايما بترفلكت نيجاتيفلي في الاخر لما تيجي بقى تاخد الديسيجن ان انت عايز تكمل. فهو اشتغل، ما تبصش وراك، ما تبصش ان انت حتى لو قررت ترجع بعد سنتين ثلاثة بعد اربعة، الحاجات دي مش هتخسر. من اول يوم تجمع ال WPAs بتاعتك، تجمع update اللوك بوك بتاعك. It's very painful لما تيجي مثلا تحاول تحط ثلاث اربع سنين مع بعض في اللوك بوك، It's very painful. هتلاقي في records lost، هتلاقي نفسك moved between two three hospitals، وهتلاقي نفسك مش عارف تجيب الحاجات دي كلها تاني، ومش عارف تجيت الكومبتنسز بتاعتك سايند. فانت على طول اول باول ساينت وجمعها وخليها معاك، مش هتخسر صدقني. انا ابتديت نايم في عين شمس، انا خريج عين شمس 2001، خدت نيابتي من 2004 ل 2008، كنت مديت سنه عشان الجيش، وبعدين خدت الماجستير 2006 والام ار سي اس 2009 والدكتوراه 2010، وبعدين جيت هنا ابتديت من الاول خالص، اشتغلت اس اتش او فور 1 يير عشان ابقى انتروديوس للسيستم. وطبعا زي ما كلكم هتعملوا، وزي برضو مهما هنقول كله برضو هيحاول يعمل، وده اتس جود ثينج، يو هاف تو تراي ان انت تو جيت انتو ذا تريننج، بات از نوت ذا اند اوف ذا وورلد. انا قدمت اكتر من مره لغايه اما خدت القرار ان انا مش هقدم تاني، وهكمل في الاس اس باسوي وهكمل في السيزر باسوي. ودي كانت النقطه الفارقة، ان انت تنسى بقى موضوع التقديم بتاع التريننج ده لما تجت وتفوكس على السيزر بتاعتك. بعدين ما جاليش طبعا. وبعدين it's very important في المكان اللي انت شغال فيه to find yourself a mentor and a mentor ترجع له في كل حاجة، ترجع له في التريننج بروجرس بتاعك، ترجع له في البابليكيشن بروجرس بتاعتك يساعدك فيها، ترجع له في كل حاجه. زي ما التريني بيروح في الاي ار سي بي بتاعه، انت يبقى ليك مرجع، مش لازم تمشي بواحده بواحده زي التريني، ولكن خليك يبقى ليك مر حد
بي monitor your progress وبي mentor you through it. دي حاجة مهمة. أنا بالنسبة لي كان بروفري كان هو واحد من الكولوريكتال كونسلتنتس عندي في المستشفى، وكان هو زي المنتور بتاعي all through يعني. وخدت اللوكم كونسلتنت جوب من يناير 2020 لغاية النهاردة، ويعني hopefully get my CESR soon يعني إن شاء الله. الاس اس دكتورز حوالي 20% من ال NHS workforce، وعشان كده قلت لك في الأول ما تستهينوش بنفسكم، لأن دي it's a very huge power في ال NHS. ال SS job it provides stability و balance for life، لأن أنت إيه مش بتتنقل في أماكن وكل حاجة. ولكن لازم تفتكر دايما ان يكون عندك الموتيفيشن انك تكمل وتكبر. وده اللي برضه التو بوينتس التانيين اللي في البرزنتيشن، ان احنا unrealized potential للاس اس دكتورز، ودايما بتلاقي فيه huge skill mix و experience between them يعني. النمبر ده مش عايزه يخوفك، ان هو في 2018 كان فيه nearly 70% من الابلكيشنز، 70 حوالي ده حوالي 90% من الابلكيشنز ريجكتد. ده في كل السبيشاليتيز على فكره، مش في السيرجري بس. وخلينا نشوف ليه الابلكيشن بتبقى ريجكتد. دي طبعا حاجات هم بيبقوا عايزينها اكستراز، بس خلينا نشوف الاول ليه الحاجات الابلكيشن بتبقى ريجكتد. في الجنرال سيرجري كان اكتر حاجه ان الناس ما عندهاش sufficient web based assessment. يعني عشان كده انا كنت بقول لك من الاول، من اول يوم كل ما هتعمل عمليه، كل ما هتعمل حاجه، كل ما تلاقي في interesting case في الكلينيك، submit CBD، submit WPA. ما عندكش access لل ISCP، اعملها paper form وابلود بعد كده. المشاكل الثانيه برضو في الجنرال سيرجري كان في الاودت، ان الناس ما تعملش الكلوزد لوب اودت، لان برضو في الاول ما بنبقاش مركزين قوي، ما عندناش اكسبيرينس قوي في موضوع الاودت ده، فاول ما بتوصل ما بتبقاش مركز في هذا الموضوع. البابليكيشنز دي نقطه ثانيه، ان انت ما بيبقاش عندك برزنتيشنز في ناشونال او انترناشونال كونفرنسز، دي برضو حاجه مهمه وكانت ناس كتيره بتجيت ريجكتد عليها. inadequate demonstration of the surgical procedure، دي كانت مشكله اكتر في ال TNO. fail to demonstrate the index procedures، again برضو دي ما كانتش قوي في السيرجري، لان احنا المفروض ان انت لما بتقدم في سبيشاليتي بتبقى ليك اكسس على الحاجات اللي انت واخد السبيشاليتي فيها، ليك في الاوبريشن بتاعتك. و different things، الاكزام طبعا is essential، لان انا اعرف ناس كتير قدمت مثلا جم من مصر بالام دي واعتقدوا ان هو that will be enough. كان بيكون enough زمان، من 10 15 20 سنه كانت الناس، انا اعرف ناس كتيره سجلت وخدت consultant jobs بالام دي بتاعت مصر. It's not that easy دلوقتي، والاكزام is very essential. They won't even look at your application if you don't have the exam. أعرف ناس قدمت و got rejected within 48 hours of applying، لأن أول حاجة بيبصوا عليها الـ FRCS مش موجود، فراحهم rejected، رجعوا الـ application تاني. وإن أنت برضو الحاجات التانية اللي ما بناخدش بالنا منها قوي في الأول، الـ managerial skills can be something very simple as just managing the rota, to be the rota organizer for 6 months or 1 year can be something simple like that will cover the management part من الـ application. التيبس بقى طبعا زي ما قلت ان الكلام المطلوب موجود في كل حته. look at the specialty guidance، دي لازم تبقى معاك. look at the GMC website، ساعات بيعملوا سيمينارز للسيزر، وساعات الرويال كوليدج نفسها بتعمل سيمينارز للسيزر. وحاول تاتند الحاجات دي، لان هم بيجيبوا ناس من الجي ام سي ابلكيشن ادمنز برضه بيدوك شويه جايدنس ليها ازاي تكمل. في لما تختار الريفريز بتوعك في الابلكيشن لازم تميك شور ان هو اتس ا ميكس اوف ذا موستلي فروم يور سبيشاليتي. حاول تاخد حد مثلا من الاناستكس او حد من سبيشاليتي ثانيه جاسترينترولوجي، ولازم يكون حد طبعا فيهم من الام دي او السي دي بتاعك. حاول تكيب everything من اول يوم، اي حد الايميل، اي حد بي اكنولج اي حاجه انت عملتها باي ايميل، اي حاجه انت يف اتندد باي ايميل، يو هاف تو كيپ ات.
اتكلم مع اصحابك اللي عملوها قبل كده، اتكلم مع الناس اللي عندك في المستشفى اللي عملوها قبل كده، اتكلم معانا، كونتاكت اس والايجيبشن سوسايتي، حاجه جميله جدا، كلنا بنساعد بعض وكلنا نقدر نوصل لبعض. وبعدين الجي ام سي دلوقتي انت بتقدم اونلاين والابلكيشن بتتفتح فور 12 مانثس، يو كان يوز ات از يور لوج بوك، انت بتبتدي تابلود عليها واحده بواحده، وده بيسهل ان انت بتجمع الايفيدنس بتاعتك كلها ثرو، وبتقارن بالجايدنس اللي هم حاطينه، بتشوف ايه اللي ميسنج وايه اللي محتاج تضيفه في الدومين ده في كل حاجه في الابلكيشن اونلاين. فدي برضو كلها حاجات تاخد بالك منها. زمان كان الموضوع بقى صعب، كان لازم تختم ختم المستشفى وتمضي كل ورقه، الموضوع ده دلوقتي مش مطلوب، لان الفيريفيكيشن بروسيس انت بتعمل زي فيريفيكيشن فورم ات ذا اند، بتسبلاي ات اونلاين وبتتمدي من النيو فيريفاير which is one of the consultants in the hospital. فمش محتاج بقى تفاليديت اللوج بوك لوحده، مش محتاج تفاليديت كل الليتر لوحده، كان لازم تمضيه وتختمه وبعدين تسكانت وتدخله او تبعته بالبوست زمان. دلوقتي لا، كل الكلام ده انت بس تعمل الفيريفيكيشن فورم وتحط البيجز نمبر، لازم كل حاجه بالبيجز نمبر. انت مدخل مثلا في الدومين ده او في السكشن ده 10 ورقات او 20 ورقه سكان، فبتحطهم في الفيريفيكيشن فورم ان انت حاطط 20 ورقه، ما تحطهمش بالفايل نمبر، ما تحطهمش بالاوفر اول نمبر، حط كل سكشن بتسبيسيفاي وبتحط انت حاطط فيه كام بيج. السي في مثلا 12 بيجز، هتحط سي في 12 بيجز وهكذا. من الحاجات بقى المهمة جدا اللي برضو كانت بتعمل مشاكل وعملت لي أنا شخصيا، البيشنت والكوليج كونفيدنشاليتي، لازم تشيل كل النيمز غير ما عدا الاسم بتاعك أنت، بتشيل الفيرست والسكند نيم، مفيش ان اتش اس او هوسبيتال نمبرز، مفيش العنوان، بتشيله الايميل، كل الفون والكونتاكت ديتيلز اللي محطوطه على الكلينيك ليترز او الام دي ام ليترز اللي بتحطها لازم تشيلها. حاجات بقى تكنيكال بقى صغيره، من مثلا من الحاجات اللي حصلت معايا، انا كنت بستعمل ماك بوك وكنت بعمل هايلايتنج للحاجات اللي عايز اشيلها بلاك، فتقوم تتمسح، تقوم تبقى كلها باينه ان هي بلاك. لقيتهم بعتين لي يقول لك انت حاطط بيشنت ايدنتيفايرز في الابلكيشن، وده احنا نحتاج نريفير للريليفنت رويال كوليدج والكلام ده. ابص في الكلام مفيش حاجه موجوده، اوريها لماي كوليجز في المستشفى قال لك مفيش حاجه، از ديفينتلي ناثينج. بعتها تاني قال لك ده ستيل في بيشنت ايدنتيفاير، يا جماعه مفيش حاجه. اتضح ان في بقى تكنيكال حاجه، تكنيكال بروبلم، وطلعوا ان هم حصلت معاهم قبل كده لما اتكلمت معاهم، ان انت لما بتعمل على الماك بوك بتساود او بتهايلايت حاجه بلاك، هي لما بتيجي تفتحها على ويندوز بتتفتح بتبقى كانها هايلايتد جراي، فبيبقى الكلام باين، او بيبقى الكلام باين وايت ان ذا باك جراوند، مش بتبقى متسوده زي ما انت شايفها في الماك بوك. فحاجات مثلا فيري سيمبل زي ده، هي من الحاجات مثلا اللي فضلت سيكشنز كتيره رايحه جايه عليها، يقول لك الاورينتيشن بتاع البيج اللي انت عامل لها سكان، يعني مثلا لازم تبقى كلها ان نورمال بوزيشن، يعني ما تبقاش حاجه مقلوبه على السايد ولا اب سايد داون. وبرده من الحاجات التانية تخلي بالك منها، لان انت بتعمل لها سكاننج ولما تيجي تعمل لها ابلود على الجي ام سي ويب سايت، ساعات في حاجات منها اوتوماتيكلي بتبقى روتيتد، فلازم تان روتيت، لان بيرجعوا لك الفايل يقول لك روتيتد اند ريسبميت تاني. برضه حاجات هتلاقيها فيري سمول تكنيكال تيبس كده بتعطلك على الفاضي، فمن الاول تاخد بالك من الحاجات التكنيكال ده. هي الترانجليشن في كل حاجه بقى بتحطها في الكيس هيستوري او في الريفلكتيف دايريز، لما تتكلم على كيس حاول تكفر ات فروم اول اسبيكتس، يعني انت اتكلمت على الكيس هيستوري والمانجمنت اللي انت عملته، حاول بقى تاتاتش معاها كلينيك ليتر، حاول تاتاتش معاها ام دي ام ليتر، حاول تاتاتش معاها كورسبوندنس من الجاسترينترولوجي مثلا اباوت ات، لو حاله زي الالسيف كولايتس اللي انا حاططها فور اكزامبل، حاول تاتاتش الاوت كم، حاول لو البيشنت بعد كده سنت ثانك يو كارد تو ذا تيم حطه، يبقى انت كده ايه كفرد ات فروم اول اسبيكتس. يعني الدومينز بقى دي انا هعدي فيها بسرعه، لان احنا طبعا هو السوسايتي فيري اكتيف وعمل
a lot of presentations مع كذا حد وكل اتكلموا على الموضوع ده in details. هنتكلم بس على الحاجات اللي هي ايه ال very technical يعني اللي هي البسيطة جدا. فمثلا عندنا في domain 1 ده هو المين domain ده 75% of your application. والإكزام ده is essential ما فيش حاجة يعني ملوش بديل. وبتكمل بقى بعد كده طبعا الحاجات بتاعتك الكورسز ال WBAs اللي قلنا هنجمعها من أول يوم ال regular appraisals دي must دلوقتي من ساعة ما ابتدوا موضوع ال appraisal وال revalidation لازم تحط ال appraisal ال yearly بتاعك. من الحاجات بقى في ال research مثلا في ال application بتاعتي it was never mentioned إن ال journal لازم يكون PubMed. أنا عارف إن هم دخلوها في ال new curriculum بس في ال old curriculum it wasn't. فلازم تخلي بالك برضو لان ده it's a waste of time لان انا مثلا كان في عندي quite few publications it wasn't accepted إن لان ما كانتش PubMed indexed although هي كانت indexed في كذا engine تاني ولكن apparently ان هم دلوقتي بيفوكس ان هي تبقى لازم PubMed index فلازم قبل ما تسبميت في اي journal تخلي بالك ان هو لازم يكون PubMed index ولازم يكون في ساعات تلاقي جورنال يقول لك PubMed index بتلاقيهم بين قوسين كده حاطين لك ان هو ايه for certain papers only او for certain submissions only فبتلاقيها مش كل ال submissions بتاعتهم او البابليكيشن بتاعتهم PubMed index دي. Presentation لازم تكون انت البريزنتر برضو حاول في حاجات كتيرة قوي international courses you can easily get through عندك الES الـ European Association of Endoscopic Surgery بيقبلوا حاجات كتير وتقدر تحط فيها بوستر تقدر تحط فيها فيديو تقدر تحط فيها oral ودي is a very good point. الاسسمنت بتاعت الكوليجز بتاعتك في التورس سيستم في الاي بورتفوليو اللي انت بتعملها حاول تتيك رول ان انت تبقى education supervisor للميديكال ستودنتس. انا كنت continuously for the last 4-5 years I was doing it انا كنت education supervisor ل year 3 medical students continuously. حاول تجيت involved في حاجات زي interview process even لو for appointing very junior doctor or something just to ask them ان انت تبقى involved يعني for your interest. والحاجات بقى الباقية زي ما كلنا ايه عارفين من الـ application من الـ GST website او الـ GMC website. كل الحاجات دي احنا هتبقى الناس التانية اتكلمت عليها. اللوك بوك طبعا لازم يكون في اخر 5 سنين بتقدم الـ consolidation look book وبتقدم الـ consolidation بالـ year by year وبتقدم اللي هو الـ overall الـ detailed look book برضو بتقدم الـ job description الـ appointment letters الحاجات دي كلها keep it لأن لو بتتنقل بين مستشفيات بتلاقي نفسك بعد كده ايه it's very difficult ان انت بقى تكونتاكت to find someone من ال HR يرد عليك من مستشفى تانية عشان يبعت لك ال appointment letter وال job plan وال job description بتاعتك والحاجات دي فبرضو keep it اول باول كل ما تتنقل في job keep الحاجات دي معاك. ال audit وال safety زي ما قلنا ال audit لازم تخلي معاك ال audit performa وال registration او ال letter from the audit lead ان انت completed ال audit ده الريفلكتيف دايريز الحاجات بقى الحاجات اللي ممكن تتعمل اونلاين دي في اي وقت تلاقي نفسك فاضي للكورس في انفكشن كنترول والانسيجنيفيكانت ايفنتس انت كده كده بتدخلهم في الابريزل بتاعك ريجولر فبرضه دول كيب ريكوردز اوف ذم عشان دي حاجات كلها مهمه. دومين كل الدومينز الباقيه انت هتبقى سربرايز ان هتلاقي حاجات كتيره قوي بتحتاجها من دومين 1 بتبقى duplicated ان انت بتدخلها as evidence في domain 2 و 3 و 4. Domain 3 ده بقى الcommunication that's very important with يعني structured report من exam, assessment, testimonials from your colleagues, cancer MDT letters او letters to your to the GP, colleagues, patients, different specialties. ال 360 degree feedback وده mandatory دلوقتي كل 5 سنين في ال revalidation cycle بتاعتك فهتلاقي عندك good evidence منه وتاني برضو ايه evidence كتيرة من domain 1 و 2. بعدين قلنا في domain 4 اللي هو maintaining trust
ده ممكن تستخدم الـ Enhanced Disclosure Certificate بتاعتك اللي بتعملها مع أول كل employment. اعمل أونلاين Equality Diversity Training. Thank you card. Complaints لو أنت involved in any complaints. اعمل complaint courses وبرضو هتلاقي في منها كتير أونلاين. Patient Confidentiality Courses هتلاقيها برضو موجودة أونلاين. فدي كلها حاجات بت add more strength to the maintaining trust domain اللي هو domain 4. challenges ما اللي هتقابلك واللي قابلتني أنا شخصيا طبعا على ال personal level انت بتلوز a lot of family time. والحاجة التانية ال time ان انت تلاقي الوقت من ال ان انت تحط ال المجهود في ان انت تجمع الحاجات ده هي لان يعني احنا برضو اذا اس اس لوكتوز هتلاقي مالكش وقت كتير قوي مش زي التريني لي سبيسيفايد تايم فور تريننج او تيتشنج او الكلام ده كله انت مالكش الحاجات ده هي فلازم تحاول طبعا هتضطر تورك شويه في الايفنينج هتضطر تورك شويه في الويك اند والبيشنس بقى الصبر ان انت يبقى عندك الكلام ده كله السامري بتاع البرزنتيشن بتاعتي دايما بقول احنا ايه كمصريين بنقول ايه اهم من الشغل ايه تظبيط الشغل بس هو ده اللي انت مطلوب منك تعمل في كل حاجه مش مهم انت هتقدم ايه في يعني الناس كلها هتقدم نفس الحاجات بس انت في الدومين 1 ودومين 2 ظبط الشغل بتاعك حطه مظبوط حطه ان اوردر كده زي ما هم طالبينه مع كل ايفيدنس بتحطه لازم تعمل كفر بيج كفر بيج دي فيها زي summary of the evidence اللي انت مقدمه في الحكاية في الحكاية ده هي زي ال WBAs بتاعتك هتحط جدول في الأول هتحط summary أنا ده أنا مقدم مثلا CBD كذا مقدم PPAs رقم كذا وال areas اللي covered أو الحاجات ال topics اللي covered كذا وكذا 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 هتيجي مثلا تقدم ال audit ورقة في الأول summary of the audit evidence provided هتحط برضو جدول الاوديتس اللي انت حطيتها والكلام ده كله الموضوع ده بقى بيفرق كتير جدا يعني ده بيسهل عليهم الابلكيشن ريفيو بيسهل على البيرسونال من الرويال كوليدج اللي هيبص في الابلكيشن بتاعتك ان هو يريفيو اسرع وفي كل حاجه بقى في البابليكيشن برضو تحط السامري تحط التايتل بتاع البيبر اليير الجورنال ال دي او اي نمبر والباب ميد اللي هو بي ام اي دي نمبر حطهم جدول في الاول سمري تحط كده في الاول وبعدين تدخل وراه الوات ايفر ايفيدنس اللي انت عايزها كل ده انت بتسكان وتابلود على السيستم دلوقتي فهو ده دي ده المين ثينج تظبيط الشغل في الاخر من اللي انت كل التعب اللي انت تعبته ده تقدمه بصورة كويسة تظبطه كويس بحيث ان هو يبقى حاجة nicely presented to them يعني ما يرجعوكش عليه وطبعا طول ما انت شغال برضو ايه احنا كلنا لازم نفكر نعمل ايه لمصر ودي حاجة مهمة جدا تفتكر زمايلك في الـ Egyptian Society تساعدهم تديهم كل الادفايس تحاول تعمل حاجة للناس اللي تقدر تساعدهم من الحاجات اللي انا هفضل طول عمري براود بيها ان انا ارينجد الرويال كوليدج اوف سيرجنز اوف انجلاند بيزك سيرجيكال سكيلز ورك شوب ان ايجيبت عملناه من سنتين ورا بعض 2018 و19 وللاسف وقفنا طبعا بسبب الكوفيد وده كان التيم معايا في 2018 والتيم معايا في 2019 وكنا يعني وي وير فيري كلوز ان احنا نجيت الاكريديتد كورس يتعمل في مصر ونبقى زي سنتر ولكن للأسف الدنيا كلها وقفت دلوقتي بس إن شاء الله نرجع نكمل فيها تاني أتمنى أن يكون الكلام بتاعي made sense يعني ليكم أنا ما اتكلمتش في حاجات طبعا المطلوب منك في كل دومين بقد ما اتكلمت إن إحنا إزاي نقدمها وإزاي نpresent it well يعني هي دي كانت أهم حاجة الحل أتمنى أن يكون كان الكلام مفيد ليكم يعني ميرسي جدا يا دكتور على التوك فيري انفورماتيف الحقيقه وفي زي ما حضرتك تقول هو فعلا فوكس على الحاجات المهمه اللي احنا مش يمكن مش مكتوبه في الورق ومش مش يعني مش كل الناس بتركز فيها يعني فميرسي جدا على ده لان هو ده مش هيبقى موجود في الجايدنس مش هتلاقيه في الجي ام سي هيقول لك انت حطي البتاع الورق اورينتد بالشكل الفلاني ما بيقولكيش حطي سامري في الاول هو
ولكن لما بتحطيهوش it looks bad and it will, they will comment on it يعني في ال, حتى في الابليكيشن لما يجي تشوفي الكومنتس بتاعتهم. فدي حاجات مهمة جدا يعني الناس تاخد بالها منها. كان عندي سؤال لحضرتك. حضرتك قلت طبعا في دومينز مختلفة زي المانجمنت التيتشينج ال WBAs والحاجات دي, يعني هل تنصح ان الواحد يشتغل على كل ده في نفس الوقت ولا انه يخلص حاجة ورا التانية؟ لا يشتغل على كله في نفس الوقت, اصل هي مفيش تعارض يعني. انت ممكن تاخدي الروتا اورجانيزيشن تبقي الروتا اورجانيزر في نفس الوقت, انت بتعمل ماشيه في الكلينيكال ديوتيز بتاعتك وماشيه في الاوبريتيف نمبرز بتاعتك, بتساين ال WPAs سواء عندك اي اس بي اكونت او لا, بتبعت اعملي حتى بيبر فورمز واديها لهم يعملوها, بتبقى accepted في الفورمز؟ بتبقى accepted اه, بتسكان ات بتابلود ات مع الـ مع الالكترونيك فورمز اه. والحاجة التانية, هل حضرتك استعملت أي evidence من مصر؟ استعملت الماستر والام دي ودي مثلا من الحاجات برضو لما اتكلمت مع الناس, انا ما كنتش معتقد انهم هياخدوها, ولكن لما اتكلمت مع الناس اللي قدمت قبل كده لا it was considered, وبس بيبقوا عايزين كوريكولم للماستر وللام دي, وده احنا we managed to get it من عين شمس ان هو the very detailed curriculum للماستر والام دي signed وستامب باليونيفرستي, فده برضه اقدر اساعد الناس فيه في السوسايتي لو حد محتاجه مني يعني يتواصل معايا وانا ابعته له يعني. it's now انا عملته زي PDF folder so it should be fine. How about الـ clinical experience؟ الـ clinical experience بتاع مصر كان محسوب ولا هما كانوا مركزين أكتر على الـ UK experience؟ انا ما استعملتوش لان هو كان هيبقى outside the last 5 6 years فما استعملتوش. طب حضرتك عندك أي advice لو حد حابب إن هو يستعمل evidence في مصر في format معين يكون محطوط فيه, هل يخلي الناس تملى assessment forms لأن ده الـ paper forms مقبولة يعني assessment forms من الناس في مصر دي حاجة مقبولة لو هما مش GMC registered أو هو لازم كله يكون من هنا؟ لازم يكون GMC registered اه, لان هو بيبقى لازم في الاسسمنت فورم لازم بتحط GMC نمبر, فهي دي هتبقى بس المشكله. بس في ناس جابت لوج بوك من مصر ديتيلد لوج بوك وكان سايند وستامب في من المستشفى وات واز كونسيدرد يعني. الكوريكولم الجديد, انا عارف حضرتك طبعا الابلكيشن على الكوريكولم القديم بس هو الكوريكولم هيتغير في اوبر, انا ما اعرفش لو حضرتك عندك اي معلومات هل هيكون affecting the CESR pathway كمان؟ هي affect the CESR pathway بس انا مش aware قوي of the changes الحقيقه لان انا ما بصيتش فيه لان انا قدمت في الكريكولم القديم, فانا يعني I was aware of the points in the الكريكولم القديم, بس انا يعني سامع ان ما فيش big changes يعني, هي حاجات بسيطه يعني. من الحاجات اللي سمعت ان هم حطوها موضوع ان هي publication has to be PubMed index, دي ما كانتش في الكريكولم القديم خالص يعني. مش مرسي جدا يا دكتور, very informative talk. وإن شاء الله لو في حد عنده أسئلة أو حاجة get in touch with us. إن شاء الله أي حد أي حابب يتواصل معايا أي questions أو أي حاجة في ال presentation أو براها أو على السيزر أهلا وسهلا يعني, مفيش مشكلة خالص.